صوص سهل وبسيط، مكوناته في البيت وتعمليه يعني في دقيقتين ثلاثة يكون جاهز عندك. هينفع في ايه؟ في حاجات كتيرة جدا. عندنا سينابون هنحط منه، عندنا كيك هنحط على الكيك، عندنا ايس كريم هنحط على الايس كريم، اي حاجة عايزة عليها صوص شوكولاتة، زلابيا، دوناتس، اي حاجة هتلاقيه شغال معاكي زي الفل. طيب الصوص ده ينفع نخزنه فترة طويلة؟ لا، يعني اقصى حاجة في التلاجة اسبوع وتكون التلاجة شغالة تمام، علشان ما نعملهوش بكترة ونحطه في التلاجة فترة طويلة ويبوظ مننا. فعلشان كده هنعمل كمية، يعني مثلا قبل رمضان بيوم ولا حاجة اعمل لي كمية اللي انا هقول عليها الصغيرة دي، تبقى جار كده او برطمان كده في التلاجة نطلع منه اول اسبوع، وبعد كده ان شاء الله يكون خلص ونعمل غيره. تعالوا بينا يلا نشوف المقادير بتاعته. مقاديرنا سهلة خالص، زي ما قلنا كوباية سكر بودر، كوباية حليب، نص كوباية زيت، ونص كوباية كاكاو، ولازم لازم يكون كاكاو خام ونوعية كويسة عشان هيفرق معانا في اللون وفي الطعم. هبتدي اخد في الخلاط، اول حاجة هحطها في الخلاط السايل علشان يخلي كل المكونات بتاعتي تدور بسرعة وما تقفش. هحط الحليب، حطينا الحليب، احط السكر بودر، وعرفنا قلنا ليه ما حطيتش السكر الاول، حطيت اللبن الاول علشان يخلي الخلاط بتاعي يشتغل ويدور. هحط كمان الكاكاو. يبقى انا كده حطيت ثلاث مكونات والرابع لسه معايا اللي هو الزيت ومش هحطه دلوقتي. تعالوا بينا نخلط الكلام ده كويس. بسم الله. دوبت الكلام ده كله مع بعضه، هتأكد بس ان مفيش حاجة ركزة في مكان وما اتاخدتش. قلب كله كله، اتأكد كده ان الدنيا تمام. طيب القوام معايا لسه سايل خالص، مية انا يدوبك حاطة لبن سكر كاكاو، كله ده في اللبن ومفيش قوام اصلا لأي صوص. هنعمل ايه؟ هبتدي اشغل الخلاط وارفع الغطا الصغير اللي فوق ده، تمام، وانزل بالزيت سرسوب رفيع خالص وهو شغال. بدأ القوام يتقل. هو هنا انتوا كنتوا معايرين لي قد ايه الزيت؟ لا ده مستحيل يكون كوباية، احنا مضاعفين المقدار، ده مستحيل يكون كوباية، احنا محتاجين تاني. تمام، لا احنا عايزين نبص برضو الخليط شكله ايه دلوقتي. بصوا معايا كده، الخليط بدأ يتقل، ما بقاش سايل مية زي الاول، بس محتاج يتكمل عليه مقدار الزيت. وهنا بقى في ايديكي، انت عايزة الصوص خفيف تقيل، كل ما بتزودي الزيت كل ما قوام الصوص بيتقل. هنستنى بس كده، وطبعا لما بيقعد في التلاجة بيتقل ازيد. تعالوا بينا بس نكمل كده، سرسوب رفيع خالص من الزيت واحنا شغالين. بسم الله. نقفل بس، اوعوا تشغلوا دي متشال عشان ما تبهدلش الدنيا، نشغل وبعدين نشيلها.
هايل جدا. تعالوا بينا نبص بقى القوام بقى عامل ازاي. معلقة القوام بقى بالشكل ده تقيل اهو، وبقى صوص اما يقعد كمان هتلاقيه مسك اكتر. عايزه تقليه اكتر من كده بتحطي زيت لغايه ما تاخدي القوام المظبوط. هنا بقى المقدار تمام، من نص كوبايه زيت لكوبايه زيت على حسب انت عايزه صوص الشوكولاته عامل ازاي. تمام، خلاص كده صوص الشوكولاته بقى جاهز، والمقدار هيبقى كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت، نص كوبايه كاكاو خام، وضروري يكون خام. هنا في حاجه مهمه جدا، الزيت اللي بتستخدميه لازم يكون زيت نوعيه نظيفه، لان ده صوص وطعم الزيت هيبقى لو مش حلو هيبقى باين معانا جدا. علشان كده يفضل استخدام نوعيه كويسه جدا في الصوص. وادي الصوص بتاعنا، اقدر ان انا اعبيه بقى ببرطمان يكون نظيف جدا، ناشف جدا جدا. ونبص على الصوص مع بعض، بصوا بقى وانا بصبه كده، شايفين القوام وجماله؟ تحفه تحفه تحفه. تعالوا بينا بقى. تسلم يا استاذ حمدي. عندنا كيكايه هبتدي احط عليها الصوص، شايفين الجمال؟ كفايه كده، هو هينزل بقى ويظبط الدنيا كلها. زي الفل. وعملت كيكايه بصوص شوكولاته اقتصادي، كل مقاديره موجوده عندي في البيت. نحط حبه كمان. ولا احلى من كده ولا اسهل من كده. هايل. زيني بعد كده بقى ايه، ممكن شوكولاته مبشوره، عندنا مثلا فراوله، وعملنا تورتايه في السريع، ما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. كيكه بسيطه جدا، عملنا 500,000 كيكه مع بعض قبل كده، وزيناها بصوص اقتصادي ما اخدش مننا وقت. حلو قوي. في اسهل من كده خالص بصراحه. خلصنا، تعالوا بقى نطلعها قدام كده ونحط معاها الصوص بتاعها. تمام زي الفل. ادي الصوص، انا هقفل بقى عشان ايه ما يتبهدلش مننا. الشغل في الشوكولاته ده ممتع.